انظر تاني انظر تالت والتغيير ما يكون السي خالد عوادي في أدي العراضين 2007. جينا اليوم لمدينة الرباط نجسدوا الوقفة ديالنا بسبب تماطل الوزير الملف ديال العراضين سابق 2007، هذه الفئة اللي عانت وقاست في الجبال منذ السبعينات، والجزء ديالنا خصوص تقاعد ديال 1200 درهم، وكانت تداوي الحقوق اللي ماتوا ولادهم اللي ماتوا والديهم بقات لهم 1000 درهم. اللهم إنا هذا منكر، ومن هذا المنبر هذا تنقول للمزازي باركم التسويف، باركم التماطل، هناك مجموعة من الملفات عالقة في وزارة التربية الوطنية لعدد 23 ملف، وحنا كنقابيين راه ما غنتفكوش، ما فاكينش معاك، وتحية نضالية. حنا دابا كنتواجدوا قدام وزارة التربية الوطنية لتجسيد الوقفة اللي تم الإعلان ديالها مدة هذه ديال الفوز ديال 2007 ديال المدمجين العراضيين، وإذا بنا كنتواجهوا مع جميع أشكال ديال القمع. هو حركة سلمية لمطالبة بتحسين الوضعية واحتساب سنوات التقاعد. الناس تقاعدوا اللي يدوزوا من الثمانينات وهما كيتقاعدوا ب 1200 1400 درهم. واش هذا حق؟ واش بهذا الشكل هذا كان حق الانتقال الديمقراطي كان حق المساواة؟ حنا حركة سلمية فات لنا جسدنا هذه الوقفة بدون حتى شي تشنج، وإذا بنا اليوم كنلقاو وجه آخر. إذا ما عرفناش شنو فين غنحتجوا، ما عرفناش في داخل هذا الوطن فين غنمشيو ونطلبوا بحقوقنا. يستحسن أنه نموت على هذا الحق، لأن ما بقاش ليا قد ما غنعيش. 63 سنة خرجت ب 1200 درهم، أشنو المصير ديالي؟ شنو بغيتيني ندير؟ بغيتيني تقتلني هنا على هذا الحق أنا؟ ما بقاش حندير اللي نرجع عند ولادي وندير نتيري 1200 درهم 1400. هذا عيب انه في الوطن ديال الديمقراطيه والشفافيه وحقوق الانسان وبزاف د المبادئ انه يتماس رجل تعليم اللي هو كون الاجيال ولنا الشرف انه كنا دكاتره ومحاميين في هذا الوطن العزيز. حنا مع الاستقرار ولكن مع المطالبه بالحق، مع المطالبه بتفعيل اليه ديال الدستور ديال 2011. حنا ضد اي فتنه وضد اي حاجه اللي هي كتمس بالوطن، وحنا كنحترموا الضوابط اللي هي الكمامه والتباعد وكل شيء، الاليات اللي هي مسخره بالحكومه، ولكن باش نتماسوا بهذا الشكل هذا انا شنو بغيتيني ندير؟ انا قتلني على هذا الحق هنا، ما بقاش عندي حياه طويله، شحال بغيت نعيش؟ شحال بغيت نعيش ب 1200؟ ما مستعدش انا نعيش بهذا الشكل هكا.